المطاران الرئيسيان في سوريا يخرجان عن الخدمة نتيجة قصف إسرائيلي، حيث تعرض كل من مطار دمشق وحلب لقصف إسرائيلي متزامن أدى لخسائر في الأرواح بإضافة لأضرار مادية بمهابط المطارين. وزارة النقل السورية أعلنت تحويل الرحلات الجوية من المنشأتين إلى مطار اللاذقية الدولي غرب البلاد. القصف الأخير كان الثاني الذي يخرج المطارين عن الخدمة منذ بدء التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة قبل أسبوعين. ومطار دمشق هو أكبر مطار دولي في سوريا، ويرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1970، وهو المقر الرئيسي ومركز عمليات الخطوط الجوية السورية. أما مطار حلب فهو ثاني أكبر مطار دولي في البلاد، ويعود تاريخ إنشائه إلى بدايات الثلاثينيات من القرن الماضي.